اولا بس مش هدين في الاخرين بس احكي لنا علاقتك بميسي. هي كانت ست رائعة طبعا، لا تعظم على ولا تقل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني ست جميلة ومنتجة كبيرة وام عظيمة وبنت عظيمة. انا يعني بعزي مفيش اي موقف جمعك في موقف كتير يعني. احنا كنا تقريبا يعني لما كنا انا ورانيا كنا تقريبا شبه عيله واحده كلنا 5 سنين بنتكلم، فكان في موقف كتير ومناسبات كتيره جدا وسفر كتير كان بيجمع بيننا وبينها. وحتى بعد ما حصل ده يعني بعد الانفصال فضلت ست لطيفه جدا وجميله وطول الوقت تحسيها بتدي طاقة كويسة وطاقة إيجابية لكل اللي حواليها. أكتر حاجة كانت بتقولها لك عامة أو نصيحة كانت دايما بتنصحها لك؟ إن يعني إن الدنيا ما فيش فيها حاجة تستاهل، وإن الحياة حلوة، وإن الواحد لازم يجتهد، وإن أهم حاجة عندك شغلك، وأهم حاجة عندك يعني إنك تجتهدي، وإن مش عارفة أقول إيه والله. يعني ربنا يرحمها يا رب، ويرحم سيس أشرف، ويرحم طارق. كان أسبوع مليء بالأوجاع، اسبوع صعب جدا والله العظيم، اسبوع صعب جدا. ربنا يعلم يعني مهما كان الواحد طبعا عنده ايمان، بس نفسيتنا بجد صعبه، وربنا يصبر كمان اهالي بقى اللي فقدوا يعني احنا زمايلهم واصدقائهم وتعبانين كده. امال يعني ربنا يكون في عونهم جميعا. سيبي يمينك شويه.